السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم في القناة ديالي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غندير معكم تدريس ديال الجوج بالنسبة للمبتدئات اللي يلاه بداو كيتعلموا وباغين يعرفوا كيفاش يخدموا التدريس بطريقة تكون سهلة ومبسطة. المهم انا نخدم معكم بالخيط مبروم على 3 شعرات. كنخدم انا ب3 شعرات ديال 4 كيجي غليظ شوية، كنضرب غريزة بحال هكا، كندخل الخيط هنا بحال هكا. الخيط يكون لوح الفوق بحال هكا، نضرب غريزة اخرى هي، نجي بيناتهم هاد المرة غنلوح الخيط لتحت. ها هو لوحتو لتحت، غنجي بيناتهم هنا ونلوي الابره على الخيط 2 مرات بحال هكا، ونطلع الفوق، نزير مزيان بحال هكا الفوق، نجبدو باش كيجي الدريس واقف ومتقون. دابا غندخل الخيط من هاد دخلته من هاد البلاصه وغنلويه بحال هكا، غنلويه على الدريس بحال غنسد الدريس. لويتو سديتو بهاد الطريقه هادي، غنجي هذا الدريس هذا ديال واحد، غنجي حداه ونكمل باش يولي ديال جوج. ضربت غريزه هنا في الثوب، الخيط المره هاد المره لتحت تحت ايدي، غنجي هنا غنلوي 2 مرات وغنجي للراس ديال هادي ديال هذا الدريس اللي درنا الاول، غنجي للراس ديالو والخيط لتحت كيف ما العاده، وغنلوي عاوتاني 2 مرات بحال هكا. هو هذا بهذا الشكل، هذا هاد المره الخيط غنلوحو الفوق وغنجي هنا. بالنسبه لكم واحد عوينه هنا هي صغيره، غنجي ليها نخليها بحال هكا، غندور هاد الدويوره غندورها لهاد الجهه، هاد الجهه الاخرى، وغنسد الدريس بحال هكا. وعاوتاني غنجي هنا كتب لكم واحد العوينه هنا، غنجي ليها نخشي البره بحال هكا، ندور الخيط بهذا الشكل. هذا هو الدريس ديال جوج، هذا ديال جوج، غنعاود نخدمو معاكم باش تفهموا اكثر. غنضرب غريزه هنا، ندخل البره هنا، نلوي 2 مرات نخشي البره هنا في هاد العوينه، وندور بحال هكا، عاود نضرب ضريبه اخرى في الثوب، نجي لهاد العوينه اللي هنا هادي، نوجد 2 مرات درجه المرات على الخيط، الخيط راه مليوح لتحت. خاصكم تعرفوا حتى الاتجاه ديال الخيط فين كتلوحوه كل مره كتخدموا، واش كتلوحوا لتحت ولا الفوق بحال هكا. ها هو دريس اخر ديال واحد، كنجي للراس ديال هاد الاول اللي خدمت وكنلوج 2 مرات. وكنجبد مزيان الفوق باش كيجي الدريس واقف وكيجي متقوم. دابا هاد المره غنلوح الخيط الفوق، نجي لهاد العوينه هادي كيف ما الاول، هاد العوينه هادي ندخل الابره، بحال هكا عاود نديرها هنا في هاد العوينه هادي اللي هنا كتبان لكم هادي، وكنبقى مستمره. بهذا الشكل 2 مرات هنا، كنلوي البره 2 مرات
كندير من هاد العوينه وكنسد الضريس، عاود كندير ضريبه هنا في التوب، كنجي هنا هنا كندوز جوج المرات، كنجي الراس ديال هذا عاود كندوز جوج المرات، كنجيب الطريز ديالي بحال هكا، عاود كنجي هنا في هاد اللوينه وكنسد بحال هكا، كنسد الطريز ديالي وانا غاديه قدام. انا دابا غنجي الراس ديال هادي نوجوج المرات كيف ما قلت لكم، خاص الطريز ديما تجبدوا الخيط باش كيجي واقف ما كيجيش تخفان. وكتبقاو مستمرين على هذا الشكل هذا حتى كتكملوا، سواء كنتو غديروا في الكم ولا كنتو غديروا في القب، كتبقاو مستمرين بحال هكا حتى كتكملوا الكم ديالكم ولا القب، ولا كنتو غديروا في الفتاحه ديال القدام ولا ديال الجنب على حساب البلاصه اللي غتخدموا فيها. كنتمنى الشرح ديالي يكون سهل ومبسط بالنسبه للمبتدئات. شكرا على المشاهده والى فيديو جديد ان شاء الله.